بخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم نقدم معكم حلوه كتوجد البنات ربع ساعه بالخليط بالطياب بكل شيء، كتجي البنات شيشه بزاف. نخليكم مع المقادير. عندي البنات 2 جوج معالق ديال الزبده بحراره المطبخ، جوج معالق كبار. عندي هنايا نص كاس ديال زيت المائده، نص كاس ديال السكر كلاصي، ممكن تعوضوا البنات بالسنيده. وعندي هنايا جوج بيضات البنات صفر فقط، البيضه البنات متوسط. عندي هنايا خماره وحده، وعندي فانيا كذلك وحده، وعندي القشور ديال الليمونه البنات ممكن تعوضوا بالحامض معلقه صغيره. وعندي الطحين على حساب الخليط، ما يمكنليش نقول لكم الطحين شحال، ممكن على حساب الخليط. كل مره كتلقاي الطحين في شكل ما كتبقايش كتشري نفس الطحين، كاين الطحين اللي كيشرب كاين الطحين ما كيشربش. نخليكم مع التحضيرات. درنا البنات جوج تاع الاناء باش راني نخلط. غنديرو الزيت، غنزيدو عليها جوج معالق كبار ديال الزبدة، وكذلك السكر كلاصي كما قلتلكم البنات ممكن تعوضوه بسنيدة. جوج بيضات صفر البيض، وقشرة ديال الليمون، ندير الفانيا، ونخدم البنات هادشي بيديا. نخدم هادشي تيدوب مزيان، الناس خدمو مزيان باش مبقاش دوك الحبيبات ديال السكر كلاصي. صافي بحال شكل بومادة، كتمشيو ديك الزبدة والبيض وسنيدة مع الخليط كله كيتجمع. غنبقاو نزيدو دابا الطحين، مبقاش نزيد الطحين، كيفما البنات كديرو الطحين. ندير القياس، باش مبقاش نهز ونعاود نهز ونعاود. غنزيد البنات الخمارة، حنا كنخلطو حنا كنزيدو في الطحين حتى تجي، ما كتجي قاسحة ما كتجي مخوفة. نبقاو البنات كنجمعو الخليط ونرجع معاكم. البنات انا بعد ما كملت الحلوة بعد ما جمعتها كيشاط ليا البنات هادشي ديال الطحين، تقريبا كانت عندي نص كيلو ديال الطحين، هادشي اللي شاط ليا البنات. كيما قلتلكم الطحين عينكم ميزانكم. نزيد دابا غناخدو شويه ونكورها البنات كويرات صغار، اني مازال غنخدمها. عندنا كويرات صغار قدها هكذا هنيا، اني مازال غنخدمها. نبقاو تنكملو ونتلاقاو البنات بعد ما كملنا. كتخرجي الكميه
لاباس بها، كتخرج لي كميه كثيره بزاف. عندنا هنا جوج ديال الطاوات غندخلو من الفران باش يطيبوا ونتلاقاو، ونخلي الماء البنات ونشعلو من الفران فوق لتحت وغنتلاقاو باش نوريكم كيفاش غندير المزيان. البنات اذا رجعنا باش نوريكم الطريقه التزيين. هانتوما البنات بعد ما طابت الحلوه كتجي على هذا الشكل، كتجي البنات محمره، كتجي على هذا الشكل، كتجي شيشه. انا غنوريكم الطريقه. بالنسبه للطريقه البنات انا هنا درت الشوكولات، درتو في حمام مريم وراني ذوبتو، درت بلاكيطه ونص. البنات كندير هذه الماركه، كندير البنات هذه الماركه ديال الفيل، هذه الماركه. وهنا بالنسبه لهذا البسكوي درت سيلفيانا، حكيت البنات بالحكاكه غليظه تجي على الشكل. اذا غناخذوا الحلوه ديالنا ونديروا في الشوكولات. نجيب شي شوكه طيب بحال هكا ثانيه. نديرو هكا هي كنغطسوها في البسكوي. ناخد هاد القرعة تاع البنات، راني درتهم واحد ديال الحلوة، خديت هاد الماركة هادي نديرو البنات بحال هكا ثانية، كنحطو بحال هكا. وغندير نفس الطريقة أخرى. البنات حلقة ثانية بالنسبة للبنات البسكوي سيلفيانا، ممكن تعوضو بطونيك. إذا غنبقاو تنكملو ونتلاقاو. البنات هدا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا، كتجي على هاد الشكل. تقدرو تقدموها مع العصير مع أتاي، كتجي زوينة البنات، كتجي هشيشة بزاف. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.